انني احفظ من القران الكريم قصار السور، بعد كل قراءه الفاتحه بالصلاه اقرا ما تيسر، واذا فتحت المصحف اعرف القراءه ولله الحمد. سؤالي: كيف اقدر على حفظ اي من السور الكبار مع مشاغلي ومشاغل الحياه؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله، في الفاتحه والسور القصار التي تحفظها كفايه في الصلاه، واذا اردت المزيد فهذا شيء جيد وطيب منك، وكل ما استطاع الانسان ان يحفظ من كتاب الله فهذا مطلوب ومرغب فيه. واما قضيه الوقت المناسب او الحال الذي يمكن، هذا راجع اليك، فعليك ان تختار الوقت المناسب ولو قليلا من كل يوم، وان تختار ايضا من تقرا عليه القران من الذين يجيدون القراءه، وتطلب منهم ان يعلموك ما تيسر من القران ولو قليلا في كل يوم، وبذلك يعينك الله سبحانه وتعالى، ومن سار على الدرب وصل. جزاكم الله خيرا.